حقيقة أنا تعبان جدا النهاردة وما كنتش ناوي أعمل حاجة، لكن في حاجة مفيدة فقومتني ولا أتكلم فيها. والله مش بطلب عدد مشاهدات قد ما أنا بطلب يعني إن صوتي يوصل لمن يستحق أن يصل له صوتي، ولمن يعني يفجر يفجر يفجر، يعني مش لاقي لفظ تاني غير إن أنا أقول يفجر في الخصومة. أنا بصراحة شديدة يعني بحاول إن أنا أتجنبهم لأنهم ما لهمش قيمة عندي يعني خالص دلوقتي، ولكن اتفرجت على فيديو يعني انا اتبسطت والله من الفيديو اللي انت عملته مع زكريا بطرس، علشان بتنقد زكريا بطرس. يا انا بتكلم عن عبد الله رشدي الشيخ، مش هقول مجانس، مش هنزل اعرض صوره وهو بالتيشيرت اللي مش عارف ايه وعامل كده، لا لا لا، انا هتكلم بالمنطق بتاعك، لكن انا هعرض برضو انت بتتكلم على فاقه نعود ازاي وتقول ان انا هروقك وبالعلم، وبتتكلموا على 8 انت بتتكلم على 98 واو يا فضيله الشيخ، لانك انت بتقول ان انت الدوله بتعترف ان انت فضيله الشيخ، ف يعني بتقول ان انت فاقه نعود صفتك ونعتك وكده، بتقول لها انا ايه، انا هروقك وبالعلم تحديدا، وما قلتش مربربه انت، ما قلتش مربربه خالص، مش هدور لك على فيديوهات لاني انا مش بس الوقت حتى انت بتتكلم عن اللغه العربيه، الوقت حتى النهارده احنا هذه الالفاظ لا تليق باخلاق عصرنا، اذا كانت تليق باخلاقك انت واخلاق اتباعك انت دي حاجه يعني بتاعتك، وانا يعني حوزن كلامي جدا في هذا الفيديو، وانت بتقول وبتصول ومعاك الدوله، وانا يوم ما اخذت الحكم بتاع الاداريه العليا وقفت وقلت الشيخ عبد الله رشدي هو اللي بيحكم، في فيديو انا عملته كده احاول ادور عليه، صورت عنين وبعته للفنانين كلها ان خلاص هي دي دوله الشيخ عبد الله رشدي، فانت بتتكلم احنا عايشين في دوله الشيخ عبد الله رشدي. الحقيقه عايز اقول ان انا ببص على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب بتاعتي لقيت كل الفيديوهات حقوق الطبع والنشر، حقوق الطبع والنشر اغلبها على الفيديوهات اللي بتكلم عليك وعلى الازهر، فانا في الفيديو ده انا بطالب اليوتيوب ان انا ما بغلطش حد، وبطالب عدم حذف هذا الفيديو، وبطالب يعني الناس تدعم هذا الفيديو علشان كده عشان ما يتحذفش. عرفت بقى مين اللي بيشوه الاسلام؟ انت مش انا، خش على اللي بعده، هروقك انا ان شاء الله بالعلم مش بحاجه تانية. اذا جاز انا طبعا ضد فكره ازراء قانون 98 واو وقانون العقوبات الأديان. طبعا يا ضد القانون ده ليه؟ علشان القانون ده محطوط علشان الناس تحترم نفسها وتبطل تتطول على الاديان. انا مؤمن بان الاسلام هو الحقيقه المطلقه، لا اؤمن بان دين اخر يوصل الى الله غير الاسلام، لكن هذا لا يدفعني الى ان انا احتقر او اطلع اسب واشتم من النصرانيه والنصارى واليهود والبوذيين، لا، ربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك. نتناقش وكل واحد يقول رايه ويقول انا بعتقد ايه، وانا شايف نفس الصح وغيره شايف نفس الصح، ولكن بدون من الا ادبنا ونسف على بعض. فالماده دي محطوطه في القانون، ربنا يا رب يكرم المشاري اللي حطها علشان الناس اللي بتقل ادبها على الاديان تتعكش، فهي عشان اتعكشت بالماده دي قبل كده فمتغاظه منها. فهمتوا الموضوع ماشي ازاي؟ هم عايزينها سداح مداح، يطلعوا بقى يشتموا في الحجاب ويشتموا في السنه ويشتموا في البخاري ويشتموا في الازهر وتبقى الدنيا جميله، وفي الاخر مع قله الادب دي كلها عايزين يسموا نفسهم مفكرين. عرفتوا ان دول شويه جهله؟ اللي بعده، لكن اذا ما دامت موجوده فهو اولى انسان يحاكم بها. للاسف الذي حكم بها هو انت مش انا، والقضاء شاف ان انت اللي بتزدري الدين مش انا، انا اعمل ايه؟ مش ذنبي والله، انت عملت جريمه واتحكم عليكي، تحملي بقى. لانه شوه الدين وشوه المعتقدات ونسب للاسلام ما ليس فيه انا اللي شوهت الدين وشوهت المعتقدات ونسبته الى الاسلام ما ليس فيه؟ انا يا بنتي يعني انا اللي بنكر السنه النبويه، وانا اللي بطلع اطعن في ائمه الاسلام، وانا اللي بتري على تراث المسلمين، وانا اللي عايز الغي فريضه الحجاب، انا اللي بعمل الكلام ده كله، وانا اللي عايز الغي احكام المواريث، انا اللي بعمل الكلام ده كله. يا ولي عيب عليكي، عيب عليك، ما تقوليش كده كبرتي وخرفتي، عيب، اوزني كلامك، وزني الكلام اذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل واد تخطبه، ما تقوليش كلام عشان تقعد قدام الكاميرا فتعبي هوا، كل كلمة موزونة. هو اللي يا فضيلة الشيخ انت بتقول ان انت يعني ما بتغلطش في المسيحيين ولا البوذيين ولا مش عارف ايه. يا فضيلة الشيخ لما تلاقي عدل مشوه احب ابشرك ان هم كاتبين لي خطأ املائي الوحيد في الحكم اسمه الاطيال السماوية، وهعرضها انا عملت لك تشريط بالحته بحوالي دقيقتين ولا اللي انت بتتكلم فيها على 98 واو وفاطمه نعود، وجبت لك ردود شيخ الازهر، ردود شيخ الازهر على مساله ان الرسول تزوج من عائشه وهي عندها 9 سنين، وفي ناس بتقول 13، وهو الشيخ بيقول 13، الشيخ الطيب بيقول 13 سنه، وهذه الاقاويل انا بس بعرض برضو ان يا جماعه عارض انا المسرحيه بس احكيها لكم، انا بحكي قصه حصلت معايا في كفر الدوار، في ان ناس دخلوني اوضه وقالوا لي تعرف ايه عن انت المسيح بالنسبه لك ايه؟ قلت لهم كلمه الله وروح منه.
اما لقيت واحد اسمه شعبان انضربني قلمين وقال لي كلمه الله وروحوا منه، يعني ايه؟ قلت له ربنا قال العالم كلها والعالم كلها عملتها، بعد ما طمعت واتهنت وفوجئت بالجرأه اللي حصلت، لان انت بتتعامل مع امن دوله، بتتعامل مع كمان الدوله، حتى المسيحيين بينصروا هؤلاء. يعني هو عمال يشرك فاطمه نعود علشان فاطمه نعود عماله تقول هذا لا يتناسب الاسلام، هذا لا يتناسب الاسلام، الحقيقه موجود في كتب التراث، ولكن اي حد بيدافع عن الاسلام بيحصل فيه ما حدث لمحمد عبد الله نصر، ما حدث لفاطمه نعود، فاطمه نعود عشان بتشكر في السيسي وكده ويعني بتعبها بالشكل ده، فهي لقت حد من الامارات سعيده فما دخلتش السجن واتخذت عدم تنفيذ. فهو احنا بنتعامل مع نظام مش عايز اغلط والله، بس نظام يعني نون ته نون، لان ده لازم يتقال، ده نظام وقضاء شاخخ. اتبسط يا عبد الله رشدي، قضاء شاخخ، انا مش هغلط فيك انت، مش خوفا منك، لكن العدم قيمتك، لكن انا بعمل بدي حق المتنورين اللي انت عمال تتكلم ان هم ما بيفكروش، فانا بعمل هذا الفيديو عشانها، لكن انا مش هغلط فيك ولا هغلط في الشيخ الطيب، لانكم انتم منكم لله، انا عايز حقي انا منكم، ربنا اللي يخلق، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وفي اللي حصل في محمد عبد الله ناصر عشان قال قطع اليد مش بسرق، انما قطع اليد مش عارف ايه وبتاع، الدوله ما بتطبقش قطع اليد، تعمل فيه كده ليه؟ حكم انا يا جماعه خطا الله وحده بني اطيان اسمه حمايه الاطيان السماويه واجبه، مش كاتبينها اديان، مش كاتبينها اديان يا جماعه. شيء عجيب ان انت يبقى انت بتتشدق بان الدين زينب بنت جحش، قصه سيده زينب بنت جحش، سيده هي سيده مفيش مشكله، سيده زينب بنت جحش تزوجت وانا السيد شيخ مكرم على فكره ماشي، وانت السيد عبد الله رشدي تمام. ف السيدة زينب قصة تتشدقوا ان هو كان وآية تنزل من ما علينا بتاعتك، لكن انا لا اقبل هذا الدين بالشكل ده. هتعمل بقى فيها ايه بقى؟ حكم مرتد، ادي حرية التعبير، ادي حرية التعبير وادي حرية العقيدة بتاعتك. واحدة عندها 9 سنين وهو كان وتصدق ان هي كان عنده اخر زوجاته وكان عنده مش عارف ايه، يعني شيء عجيب لا يقبله اي وتتشدق بذلك. اللي حصل يا جماعة ان انا دخلوني اوضة وقالوا لي، ولما انا يقول لي بتعرف ايه عن زوجات النبي، كل الكلام ده مكتوب في النيابه الاداريه وفي امن الدوله في كفر الدوار وفي كل حاجه، وكبني في الاخر حكم اطيار. طيب انا اما انا الاقي هذا الوضع اخي بلد، طيب ما هو السيستم العصابه اللي موجوده اللي هي الوحش وزور راسين، فانت يعني المسيحيين متفقين مع دوله وامن الدوله محركين دوله ودوله، وهنا انا كنت بقرا في الكتاب المقدس وبقرا كل حاجه وده عرفت في قصه معاه. المهم ان انا ما قلتش حاجه غير اللي موجوده، يعني انا ما قلتش حاجه اساسا، انا ما قلتش حاجه اساسا، اقعد يا استاذ شادي حقك في شغل هتاخده اشرب شاي، انت مسلم ومسيحي الكلام بتاعك ده، طب المسيح ما بتكلمش ما بتكلمش طب المسيح بالنسبه لك ايه؟ كلمه الله وروحهم منه، لما ضربني قلت له هات لي قران وطلع لك منه نصا، لان نصا في القران كلمه الله وروحهم منه، طب انا ما جبتش حاجه غير القران، طب الراجل اللي بدأني ضربني ليه؟ وفي الاخر الحكم كمان كبني ان انا اسات الدين الاسلامي وسخرت ايه من اسرائه مع زوجاته. انا بعد يا اخوانا المسرحيه حتى ايه الديره جريها يا حبيبي او اعمل لها اي كات واقرا المسرحيه ابعتها لك ازاي؟ كلمني على الخاص وابعت لك المسرحيه. فين الإساءة فيها أخي بلد؟ ده واحد بيحكي قصة اختصاصه دينيا وفكريا ودجمائيا في كفر الدوار، في الأوضة بتاعت كفر الدوار زوجات النبي مش عارف إيه، وأنا قلت 13 قام قال لي ده أنت حمار ما فهمش حاجة عن دينك، عندك 9 سنين مش عارف إيه، في الآخر أنا قلت أنا مسيحي، يعني أنا في الآخر قلت في وقتها دي أنا مسيحي وعرضت هذا الكلام، طب أنا مسيحي يبقى حرية الاعتقاد كده دلوقتي إن أنا بسخر من الدين الإسلامي؟ ما أنا بسأل، لو أنا قلت حاجة من موجودة في التراث بتاعك حتى اللي هو ده، يبقى أنا هذا القهر اللي موجود في الدولة، أنا بتكلم عن النظام دلوقتي وعلى القضاء، إن إحنا فعلا في مصيبة، إحنا في مأساة، انا شخصيا في مأساة، انا في مأساة مفهوم من شغلي وفي مأساة كبيره، وكذلك المسيحيين بيقولوا ان انا غلطان، يعني انا لما اتكلم انا كان ساعتها الكنيسه اللي كنت واحده في قصر الدوار قالوا لي لا انت اول نادي على سطوح اخد بالك، وبعد ما عرضت المسرحيه على الفيسبوك والكلام من ده على اساس ان انا برضو بحكي حريه التعبير، انا عايز اتجوز واحده من خلفيه ثانيه، فحطيت المسرحيه وكل الحكايه ان انا عايز اخرج بره الحكايه دي، انا شخصيا شايف ان المعجزات وشايف ان الكتب دي بشريه، ولا يعني انا عايز اعيش كانسان وكحقوق انسان بعيد عن هذه الكتب. الدولة لماذا لا تحترم الإنسان كما هو موجود الإنسان؟ لماذا تعطي الدولة للدين حق الانتهاك الإنساني وانتهاك الحريات؟ لماذا تعطي يعني تتشدق بالحب والسماحة ولا نرى الحب ولا سماحة ولا أي حاجة؟ لماذا تقهر العقل وتنتهك العقل وتدوس على العقل وإن العبة فيها فيل؟ هي كده العبة فيها فيل، في حد بيتشفى من العمى بالطين وتحط له طين وتدفع على الطين عشان هو ده شفاء العميان، وإن ربنا جه من 2000 سنة وما بيعرفش يجي دلوقتي، ليه ولا بيجي دلوقتي والظهورات وهذه الأكاذيب؟ ليه العبة دي فيها فيل؟ لماذا لا تحترم العلم؟ لماذا لا تحترم التعليم وتحترم العقل الإنساني اللي هو كان سبب في تطور البشر؟ لماذا هذه الانتهاكات اللي بتحصل هنا في مصر؟ انا بتساءل. العلبه ما فيهاش فيل، هذا توغل وهذا البتاع، انا ما كنتش عارف انام غير لما اقول لك يعني حسب الله ونعم الوكيل، لان احنا مؤمنين، الايمان انتم ما احتكرتوش الايمان ولا احتكرتوا الله ولا في اي دين يحتكر الله، وخصوصا من هذه الاديان المشوهه اللي انتم بتنتقوا الموجود، هو في بذور مشوه ونحن لا نحاكم الماضي ولكن بنقول الماضي لا كده، وهناك تطور انساني وهذه الاخلاق لا تتناسب مع عصرنا وهذه المعجزات وهذه يعني بولس لما يقول لك الكاذب لمجد الله عيد، لان الكذب حرام، وانت لما تكذب وتقول ان انا سخرت من دينك وانا ما سخرتش من دينك ولا اي حاجه، وانت اللي يعني انت اللي بترتكب الذنب وبتاخر بتحاسبني بذنبك، يعني
حتى في كارما، لو ما فيش ربنا الكارما يعني كل ده شيء نهاية، كل ده شيء نهاية بس.